فخلينا بقى نكمل مع حضراتكم. بما ان احنا بنتكلم عن النادي الاهلي، امبارح استأنف الاهلي تدريباته في اطار الاستعدادات لمنافسات كاس رابطه الانديه المصريه المحترفه بعد بقى اتعاده زي ما حضراتكم عارفين امام المقاولون العرب، العرب بهدف لكل فريق. ده كان يوم الجمعه. طيب نتعرف على اخر التفاصيل بقى، لان احنا عندنا اصابات، يعني في اصابات محتاجين ان احنا نطمن ونطمن حضراتكم عنها. هنبدا كده بحسام حسن، طبعا مهاجم الفريق اللي هيغيب للاسف الشديد عن التدريبات الجماعيه، ده لمده هتصل ليه اسبوعين بعد اصابته في عضله السمانه. طيب الدكتور احمد ابو عبله كان ليه تصريح برضو طمن الناس، هو قال ان هو هيخضع لاشعه، وامبارح اثبتت الاشعه ان هو خضع لاشعه، واثبتت كمان ان هو عنده للاسف شد في عضله السمانه، وانه هيبدا تنفيذ برنامج تاهيلي بدايه من بكره يوم الاثنين علشان ان شاء الله يتعافى من هذه الاصابه يعني في اسرع ما يمكن. على كل حال خلينا برضو نروح لاصابه محمد محمود لاعب وسط الفريق، برضو اثبتت الاشعه اللي اجراها امبارح معاناته للاسف الشديد من شد ايضا في العضله الخلفيه، ودكتور احمد ابو عبله برضو قال ان هو هيغيب عن التدريبات الجماعيه للفريق لمده هنا هتوصل ل 10 ايام، وهيعود بعد كده باذن الله للمشاركه مع الفريق. طيب محمد محمود زي ما حضراتكم عارفين كان اصلا خرج من مباراه الاهلي والمقاولون، ده بسبب ان هو يعني اشتكى بشكل كبير جدا من الم في العضله الخلفيه واضطر ان هو يغادر. فعلى كل حال تاني هنرجع نقول كنا نتمنى موسم بلا اصابات، لكن ما اعتقدش ان ده ممكن على ارض الواقع، يعني على قد ما نامل نحاول او يعني نقول ان شاء الله ما يحصلش او ندعي زي ما بتقال، بس هي مشكله كبيره جدا برضه.